السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلال اليومين اللي فاتوا تحديدا يوم 9 ديسمبر طلع خبر إن في ثغرة بيتم استهدافها بشكل موسع، وهي ثغرة موجودة في لايبراري تابعة لشركة أباتشي اسمها اللوج 4G. لايبراري اللوج 4G دي بتستخدم في اللوجينج اكتيفيتي، يعني انا دلوقتي لو عندي موقع والموقع ده عايز اعمل لوجينج للاكتيفيتيز اللي بتحصل عليه او للادمن تاسكس اللي بتتم على الموقع او الويب سايت دوت، بستخدم اللايبراري اللي اسمها لوج 4G عشان اقدر ان انا اعمل لوجينج. فده يخلي ان في قطاع كبير جدا من المواقع الالكترونيه المتاحه على مستوى العالم اللي هي اصلا قايمه على اباتشي، وللعلم اباتشي دي يعتبر من الويب بلاتفورمز المنتشره على قطاع عريض. لو انت شغال على لينكس فانت غالبا هتكون شغال يا اما تومكات يا اما اباتشي يا اما جلاس فيش، ولكن هنلاقي ان اباتشي ليها نصيب كبير منها. فمعنى ان في ثغره في الاباتشي او في لايبراري بيعتمد عليها الويب بلاتفورم اللي اسمها اباتشي، فمعنى كده ان هيكون قطاع كبير جدا من الانترنت معرض لهذه الثغره. المشكله الاكبر ان البروف اوف كونسبت للثغره دي تم نشره بشكل عالمي، بمعنى ان احنا لما بيكون عندنا ثغرة مثلا في موقع من المواقع، فاللي بيكتشف الثغرة دي بيبلغ الموقع او بيبلغ الجهة اللي بتحتفظ او بتدير هذا الموقع، فبيبقى فيه زي نون ديسكلوجر اجريمنت سواء بين المبلغ وبين الجهة اللي تبلغ لها، لحد ما الجهة اللي اتبلغت بالمشكلة دي تحل المشكلة من ناحيتها، بعد كده تنزل ابديت، وبناء عليه يقوم المخترق او الراجل اللي كان بيعمل اختبار اختراق يعلن ان هو قدر ان هو يلاقي ثغرة في موقع من المواقع. لكن دلوقتي اللي حاصل دلوقتي ان في ثغره ما كانش مبلغ عنها تقريبا، والثغره دي بيتم استهدافها، والبروف اوف كونسبت فايل او طريقه استهدافها بقت متاحه للعامه. فدلوقتي بقى اي حد قادر ان هو يجيب البروف اوف كونسبت ميثودولوجي ويبدا بناء عليه يحاول يخترق المواقع اللي هي شغاله على اباتشي، املا منه ان هو يقدر يتحقق او يقدر ان هو يكسب من وراء الثغره دي. طيب هي الثغره دي بتؤدي لايه؟ الثغره دي بتؤدي لانجكشن اتاك، او بمعنى اخر بتؤدي لحاجه اسمها ريموت كود اكزكيوشن فولنربيلتي. الريموت كود اكزكيوشن او الاكزكيوشن او الانجكشن اتاكس دي بالنسبه لي تعتبر من الاوز بتوب 10 vulnerabilities، او ممكن نقول الويكنسز اللي منظمه واسب بتقول ان هي ممكن تكون موجوده دلوقتي في اي ويب ابلكيشن. احنا شايفين ان الثغرات دي ممكن تبقى حاجه اسمها بروكن اكسس كنترول، كريبتوجرافيك فيلير، وفي المرتبه الثالثه في حاجه عندي اسمها الانجكشن اتاك. الريموت كود اكزكيوشن يصنف ان هو انجكشن اتاك. طيب الريموت كود اكزكيوشن ده بيعمل ايه؟ الريموت كود اكزكيوشن بمنتهى البساطه ان انا ممكن اكلم الموقع المصاب بهذه الثغره واكلم التيرمينال اللي موجوده عنده، يعني سواء كان ويندوز اكلم السي ام دي، سواء كان لينكس اكلم الباش او التيرمينال بتاعته، وبناء عليه اقدر اديله اوامر ان هو يعمل تاسكات معينه من عنده. يعني لو جينا ناخد على سبيل المثال الاباتشي، احنا ممكن نخاطب الاوبريتنج سيستم لينكس اللي هي الاباتشي نازل عليه ونقول له افتح كيرل واعمل داونلود لفايل من يو ار ال معين. بناء عليه السايت المصاب او اللي اتعرض للريموت كود اكزكيوشن هيكلم الموقع اللي انا طلبت ان هو يكلمه فعلا عن طريق كيرل او عن طريق الدبليو جيت، ويقدر ان هو يداونلود منه الفايل اللي انا اديته الامر ان هو يعمل داونلود. الفايل دوت ممكن يكون مالوير اصلا، وممكن يكون رانسام وير اتاك، او ممكن يكون رانسام وير بيلود، وبناء عليه اقدر ان انا ابنتريت السيستم ده او اضرب السيستم ده عن طريق ان انا اشفر الملفات اللي موجود عليه على سبيل المثال، او ان انا اقدر ان انا اعمل داتا اكسفلتريشن، او ان انا اخد البيانات السنسيتيف اللي موجوده في الداتا بيز بتاعت الموقع ده لو هو كان موقع بيحوز معلومات سريه او معلومات ممكن يؤدي تسريبها لمشكله، زي اللي بيحصل مثلا لما كان بيحصل ليكج المعلومات اليوزرز اللي على لينكد ان او اليوزرز اللي على مواقع الكترونيه كتير جدا. دلوقتي اللوك 4G الببليك اكسبلويت بتاعه بقى متاح اونلاين، ويعني شركه بالو التو عن طريق الموقع بتاع اليونت 42 نزلت زي تحليل للثغره دي وطريقه الاكسبلويتيشن بتاعها. انا بحاول بس اجيب لكم المقال اللي كان بيتكلم عنه، كان يونت 42 بالو التو نتوركس كانوا بيتكلموا على الثغره ديت اللي هي خدت بالمناسبه خلاص سي بي اي. ادي كده دلوقتي ده الموقع بتاع بالو التو اللي بيتكلم عليها، فبيديك زي اكزيكتيف سامري ايه هو اللوك 4G، ايه هو الافكتد ريليز، واي طبعا موقع شغال على اباتشي وبيعتمد على اللايبراري اللوك 4G الاقل من فيرجن 2.15
فهو معرض لهذه الثغره. وطبعا تطبيقات كتير جدا هوستد او سبونسرد باي اباتشي فيها الثغره دي، بيشرح لك الثغرات اللي كانت موجوده قبل كده في اللوك فور جي، وايه علاقه الكلام ده بالثغره اللي موجوده دلوقتي، وايه هو سبب الثغره دي من وجهه نظر برمجيه او من وجهه نظر تحليل الكود بتاع الاباتشي. وهنا هو بيشرح لك ان انت ممكن تاكزكيوت الثغره دي عن طريق انك بتبعت الريموت كود اكزكيوشن كوماند عن طريق ال HTTP هيدر، وبتقدر ان هي تعملها اكسبلويتيشن. طبعا في ناس كتير جدا على الجيت هاب بداوا ينزلوا البابليك اكسبلويت ميثود الخاصه بيهم، او بمعنى اخر ينزلوا برضو طرق ان انت ازاي تعمل ديتكشن ان الموقع اللي انت بتعمل له سكاننج مصاب بهذه الثغره. في بعض الناس برضو بداوا ينزلوا زي ما احنا شايفين طرق اقدر منها ان انا اعمل باي باس للويب ابلكيشن فاير وول عشان ما يحسش ان انا بحاول اعمل اكسبلويتيشن للثغره دي. وبرضو على نفس الجيت هاب بيج اللي انا فيها دي الدورك فايل بتاع البربي سويت موجود، بحيث ان الناس اللي بيعملوا اختبار للاختراق للويب ابلكيشن عن طريق اداه البيربي سويت يقدروا ان هم يستخدموا الفايل دوت ويضيفوه للبلجنز اللي موجوده عندهم في البيربي سويت عشان يقدروا يعملوا سكان بشكل اعمق او بشكل اسرع، يعرفوا منه هل الموقع ده مصاب بالثغره دي ولا لا. يعني هو ده كده المعلومات المتاحه دلوقتي عن الثغره. وطبعا الريكومنديشن من شركه اباتشي والريكومنديشن اللي بنقولها بشكل عام انك لازم تعمل ابديت للفيرجن الحديث من اللايبراري دي، وتعمل بعد طبعا ما تعمل الشغل من ناحيتك عن طريق ان انت تشوف الاسسمنت بتاعك، تشوف في كام ابلكيشن بابليكلي افيلبل او متاح اوفر انترنت بيعتمد على هذه اللايبراري، وتعمل الابجريد بناء عليه تبعا للتوجهات او التوجيهات المتاحه من شركة أباتشي. كمان يعني خلينا نقول ان البرو اكتيف بتاعتك من قبل حتى ما مشكلة زي دي تحصل، زي انك تطمن انك دايما بتشتغل على الليتست ريليز او بتشتغل على السبورتد بلاجنز المتاحة من السوفت وير فيندورز زي أباتشي. يعني اكيد مثلا اللوك فور جي الفيرجن 2.15 دوت ممكن يكون كان موجود بقاله فترة ولكن ما كانش في حد بيعمله ابديت، وتكون المشكلة دي كانت اوريدي محلولة في الفيرجن السابق او تكون محلولة في الفيرجن ده، ولكن لان في ناس كتير جدا ما بتهتمش باللايف سايكل بتاعه الابجريد وبتاعه ان هم يشيلوا الانسكيور سوفت ويرز او بمعنى اخر يشيلوا الانسبورتد بلجنز من على السيستمز عندهم، بتؤدي بينا لمشكله زي المشكله اللي موجوده دلوقتي. فطبعا الابجريد حاجه مهمه، الاسسمنت قبل الابجريد تعرف السكوب بتاعك، ويخلينا عارفين ان الاتاك سيرفيس بتاع المشكله دي بيتكلم مينلي على التطبيقات المتاحه اونلاين. فانت لو شركه والشركه دي عامله هوستنج او ببلشنج الابلكيشنز والابلكيشنز دي هوستد على اباتشي ويب بلاتفورم، فانت غالبا هتكون معرض لهذه الثغره. خلينا برضو نقول ان اغلب الفيندورز بتوع الفاير وول النكست جينيريشن فاير وول زي بالو التو فورتي نت سيسكو الشركات دي كلها نزلت اوريدي سيجنتشرز في الاي بي اس الخاص بيها عشان يحميك من الثغره دي. ولكن انت ممكن يكون عندك اي بي اس ولكن انت مش عامل له كونفيجريشن بشكل بروبر او بشكل صحيح، فنتاكد برضو ان الاي بي اس بتاعنا بيقدر ان هو انترسبت الانكريبتد ترافيك، ان البابليك والبرايفت كي بتاع الانكريبشن ما بين اليوزر والموقع حصل له امبورت عندي على النكست جينيريشن فاير وول. نفس الشيء برضو الويب ابلكيشن فاير وول زي الاف 5 زي البلو كوت الفيندورز دي كلهم برضو نزلوا سيجنتشر ابديت عشان تحميك ضد الثغره دي. فمش معنى انك عندك اي بي اس فانت تقول الحمد لله انا متامن، لا، المهم برضو ان انت تكون متاكد ان الاي بي اس بتاعك ده محصول له حصل له كونفيجريشن بطريقه صحيحه عشان يامنك من الثغره، وربنا يحمينا جميعا. المشكله في الثغره دي فعلا ان بما ان البي او سي متاح ففي زخم عالمي دلوقتي على محاوله اختبار هذه الثغره عشان الهاكر او الاتاكر يقدر ان هو يجين بنفيت او يكسب منفعه بعد ما هو يعمل لها اكسبلويتيشن. ربنا يحمينا واياكم، شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.